شاب زيدان يفتح قلبه لصوت البرق. موسي وي والله باحتراماتي لشخصيتي على كل حال عاطل عنها بسبب البيروقراطيه في بلادنا التهميش والحكم الحمد لله على كل حال انا كما الناس كما الشباب الجزائري عاطل عن العمل الحمد لله عجبني الحال ياسر عجبني الحال باسكو علاش كي انا كي الناس كي انا كي كاع الشباب الحمد لله ولكن جريت باش نطالب حقي العمل لكن ما لقيت حتى اذان ساغيه تسمع نو عندي ديجا لي كونتر عندي تاع لي فيلم تاع لي فيلم ندير تما عطا لي حاجه ربي مشاركه في التمثيل هكا والله دخلت السينما من باب الواسع يا سيدي دخلت السينما من باب الواسع كان حلم على كل حال باش ندخل السينما وتحقق هذا الحلم كيفاش تحقق الحلم هذا راودني منذ سنوات هذا الحلم باش ندخل السينما دونك كيفاش تحقق بغيت نحكي لك كيفاش تحقق هذا الحلم تحقق بالاراده بالثقه بالله سبحانه عز وجل لان الله هو الرزاق العليم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون وهو غني عن العرش العالمي الله يسلمك دونك كيفاش نحكي لك قبل ما نروح للفيلم سمعت لي واحد طريفة هكا نحكيها هذا الميساج نوجهه لكاع الشباب دونك هذا الميساج راح نوجهه لكاع الشباب الجزائري اللي راهم عاطلين عن العمل وفاقدين الامل الباسيس تاع الامل نقول لهم بالله كاين ربي ثقوا فيه وادعوا له وصلوا وي صلوا لربي وادعوا له راح يحقق لكم كاع الامنيات يسمي يقطعش بأس من الله دائما وابدا نقولها وما زال نزيد نقولها والله في حمام ضلعه شكون انا حمام ضلعه ستادير ولايه دمسيله تبعد علينا 3 كيلومتر هذه دائره الله يبارك والله قبل ما ندير الفيلم بيومين تعش فيلم احكي لنا هذا الفيلم من اخراج احمد راشدي المخرج الكبير ايوا كيفاش كنشوف والله احمد راشدي اكتشفني بالصدفه لما اتصل بواحد في مسيله يعرفه يخدم معاه قال له راني نحوس على واحد الصوصي تاع زيدان قال له نعرفه بعث لي جاني احمد راشدي كان عامين عامين هو يحوس على زيدان سنتين باش نقدر نوصل لزيدان زيدان الشخصيه العالميه لكن لما وصل لي قال له زيدان ما قدرش على زيدان لماذا وليته ما قبلوش هذا مصدر رسمي انا قبلوش باش يمثل ما حبوش يدير فيلم في الجزائر ولادو يمكن تكون عنصرية يمكن ساب رأيي أنا صغار عندهم 3 سنين 4 سنين يعرفوا صلاح دونك كيما لقاش القبول بعد يحوس على الشبيه نتاعها اكزاكتومون ايه كيتكلم مع زيدان قال انا ما نديرش هذا الفيلم ولادي ما قبلوش باش ندير الفيلم هذا تاع الجزائر دونك احمد راشدي قاعد يخمم انسان متواضع انسان شخصيه انسان تلقيت به انت شخصيه؟ والله ما تلقيتش اسباب هكذا خاصه يعني بون القصه نتاع الفيلم تحكي على زوج ولاد اطفال يحلموا باش يتلاقاو بهذه الشخصيه العالميه في يوم من الايام هذاك الولد اللي راه يحلم باش يشوف زيدان وفي نفس الوقت يتقن لعبه كره القدم هذو بزوز
ها يدرس في الأكاديمي دو فوت. أيام بعد هذاك الولد يتمنى باش يكون كيما زيدان في الفوت. قالوا رب بعدها يحلم باش جيب لك اسمع نشرب جيب لك اسمع هيا ذاك الطفل هذاك الطفل صدر يحلم باش يقول لي يلعب كي زيدان وفي نفس الوقت حاب يشوفه. اوكي الطفل هذاك يتحقق له الحلم. كيفاش تحقق؟ يكون في الملعب في الصاله يدرب مع صاحبه يلعب معاه وبعد فجأة تلقى بزيدان حتى هي الطفل هذاك شافني سي بون هذا هو. وكانت معي واحده اسمها نسرين ليسونسيال هي لعبت شغل الام نتاع الولد. الطفل والله نسيت اسمه ما عطاليش اسمه في الفيلم كيسمه؟ الفيلم في انتظار زيدان. هو ماشي فيلم تيلي فيلم. هذا التيلي فيلم فيه 35 دقيقة. اوكي فيلم قصير 35 دقيقة وراح يجوز بك قريبا وصافي تلفزيون باش واحد يبدا البدايه تاعو الانسان مع مخرج كيما راشدي سي ديفيسيل. باش اي واحد يبدا مع مخرج كبير بدايه سي ديفيسيل ماشي سهل. كي فاهمه كيفاش البيت درت فاهمه تاع زيزو درت جزيمو بيت حتى زابلونكا في المغرب ودرت وكانت لي زياره في 2007 في تونس. رحت في اطار السياحه صبحت في شهره كبيره في تونس. تونس زياره وي وديجا في تونس قيموني تاع الصح بزاف خايفه. هيا في تونس لما رحت في اطار السياحه تلاقيت ديجا مع جورنال الصريح والانوار اكبر جرائد في العاصمه تونس كما احنا عندنا شروق هذا. دار معايا الحوار المدير بن عمر كي خرجت في الجريده الانوار هي اسبوعيه الجريده ومعروفه في تونس. هيا المراسله نتاع قناه ام بي سي شافت الحوار تاعي في الانوار اتصلت بالمدير تاع الانوار الجريده قالت لازم تجيبوا لي باش ندير معاها انترفيو. تصوري باللي كانت ام بي سي تحوس عليا مده اسبوع باش يلقوني في تونس. هما كانوا يحوسوا عليا وبعدك عيط للمدير في تونس قال لي لازم تجي لعندي. بوركوا؟ قال لي ام بي سي لاشين انترناسيونال يحوس عليك. هيا قلت معي شغل ونجي. كي رحت اتصل بها على المباشر وهضرت معها في التليفون قالت لي تنجم تجي العاصمه.